شفنا ان بعض المرات كيكون واحد ارتباط ما بيناتهم، وحده كتادي لوحده، وشفنا كذلك الاسباب او الاعراض اللي كتقدر تبان. يعني كاين واحد الاختلاف اللي يقدر الانسان انه من خلال دوك الناس اللي كيكونوا على مستوى العنق من خلالها كنمشيو، خاصنا نمشيو نعملوا التشخيص ديالنا ماشي نبقاو. هاد الناس هادو كيبداو صغار وكيبداو يكبروا. وي كيبداو صغار وكيبداو يكبروا. المريض اصلا ما كيمشي يدير الفحص حتى كيكبروا ليه، سواء كيكبروا ليه سواء كاين اللي كيتعطل حتى كيبليو كما قلنا كيتحلوا وكيبداو كيخرج منهم هذاك القيح ديالهم، عاد هو كيتخلع. نعم، ملي كيخرج هذا القيح واش كيخرج على برا؟ كيخرج على برا، كيخرج على برا، كيتحل لا بو ديالو، الجلده ديالو كتحل كتولي ثقيبه. كنقولوا حنا فيستوليزا، تيتفيستوليزا عندنا او نيفو د لا بو. نعم. كيبدا داك القيح اللي كاين لداخل فيهم كيبداو كيخواو. نعم. بما ان هاد الونسيسه كتم غدا وتتكبر كتقدر انها لا قدر الله انها تقيح ومن بعد انها كتولي تبان على الخارج. الناس هنا واش تشخيصهم كيجيو شويه بكري اولا كيجيو ديما معطل وقت الاعراض؟ على حسب، كاين اللي كيجي بكري على حسب امتى مشى الفحص، حيت اغلبيه الاحيان المريض كيمشي اول حاجه عند الطب العام. صح. تيمشي عند الطب العام كما قال لك السي كريم في الاول، فاش كيمشيو عند الطب العام الطب العام كيعطيهم دواء. صح. كي نورمال ملي كتخرج عندنا شي ولسيسه كما قلت لك تقدر تكون عندنا هذه الولسيسه السبب ديالها سواء شي التهاب ولا شي تعفن عندنا على مستوى الاذن والانف والحنجره، حيت ملي كيعطيونا التهاب والتورم في الغدد اللمفاويه ديال العنق. صح. دونك ملي كيمشي عند الطبيب كيعطيه الدواء، يعطيه الدواء، هذا الدواء كيكون مضادات حيويه وكنتسناو الا تحيدات لينا ولا بدات تنقص لينا، صافي دير هذيك راه ناتجه على واحد التعفن اللي كان في في في, في الاذن والحنجره اللي غادي يمشي التعفن اللي السبب ديالو وغتصغر لينا الولسيسه وتبدا تبدل لينا. ملي كيرجع عند الطبيب ديالو من مورا 15 يوم وكيلقى ان هذيك الولسيسه بقات هي كتكون قاصحه، بقات في بلاصتها، ما صغرتش، تقدر تكون كبرت، هذيك الساعه كيصيفطوا لينا باش حنا على المستوى ديالنا، يا اما كيطلب ليه هو الفحص بالصدى وكيصيفطوا، يا اما كيصيفطوا لنا ديريكتومون. دونك حنا كنديروا تنطلبوا ليه الفحص بالصدى كما قلت لك باش كنشوفوا الشكل ديالها. واش هذه خصنا نخافوا حنت دابا التورم ديال الغدد اللمفاويه، ما خصناش عاوتاني نمشيو غير للسل، كيكونوا اورام اللي كيكونوا في جميع في مور الانف الحنجره في الغده الدرقيه اللي كيقدروا يعطيونا هاد الولسيسات. دونك كما كنقولوا من بعد ملي كنطلبوا ليه هاد الفحص بالصدى كنشوفوا من الشكل ديالها اللي كيقول لنا الطبيب ديال الخاص بالاشعه واش كتقدر، هو من الشكل ديالها كيقدر يقول لنا واش تسكر السل ولا ما تسكرش السل اصلا. دونك نعم. هي هذيك من بعد كنطلبوا ليه كما قلت لك البيلون الاخر باش نحيدوا انه تكون معها تا ديال الصدر وباش كنحددوا انها هي مرض السل اللي كاين في الغدد اللمفاويه خصنا نديروا لها تشريح. بصح بيوبسي كيف كنقولوا كنمشيو كنديروا التشريح على حسب واش الطفل صغير ولا انسان كبير، باش كنديروا شو كنديروا بنج محلي ولا بنج كبير على حسب الولسيسه واش كبيره ولا صغيره. بعض المرات كنقدوا نحيدوها من الاول اذا كانت كبيره بزاف باش كنساعدوا داك الدواء اللي غياخذوا من بعد المريض يدير الفعاليه ديالو، اذا كانوا ما كبارينش كناخذوا منهم غير طريف كنصيفطوا ديك العينه اللي كتكونفيرمي لنا، حيت في المغرب ما يمكنش نعطيو لواحد الدواء ديال السل الا ما كانش عندنا النتيجه ديال التشريح اللي كتقول لنا انه هذا راه مرض السل. نعم. دونك هادو هما المراحل ربما البروتوكول العلاجي اللي كيدوز منهم المريض قبل ما يوصل لنا انه يداوى. نعم، ممتاز. هنا شفنا معاك بديتي كلمتي على الصغير على الكبير على هذا، هنا واش كاينين فئات عمريه كتصاب اكثر من فئه اولا بحال 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 الصغار بحال الكبار بحال الرجال بحال النساء؟ الرجال بحال النساء، ما كاينش فرق بين الرجال والنساء، ما كاينش فرق بين الكبار والصغار، لانه يسوفي انه يكون واحد عندنا مريض يقدر يعادي لنا الناس اللي معاه في الدار، يقدر يعادي المرض ديالو، يقدر يعادي الولد ديالو. نعم، هنا ملي كنتكلموا على العدوى على اطار الناس اللي عندهم السل على مستوى الصدر ديالهم وعطانا كاعراض ثانويه السل على مستوى الغدد اللمفاويه. نعم، هنا في ملي كتنقل العدوى شحال المده العدوى انها تقدر ان داك الانسان يعادي؟ بعض المرات كنقولوا بعض الامراض كيكون الانسان حامل ليها ولكن ما كيعاديش، وبعض المرات كنقولوا لا راه كيعادي في المرحله هذا ديال السل، واش فعلا كتكون هذه المساله هذه ولا لا؟ اذا كان السل على مستوى الرئه، اذا كان السل على مستوى الرئه ما كيبقاش الواحد يعادي حتى كيبدا الدواء، ملي كيبدا الدواء واحد الشهر شهرين عاد كيبداو كما قلت لك هذوك التحاليل نقدروا نديروا ليه التحاليل ديال التنخيمه وتلقاهم ما كيبقاش فيهم البكتيريا. نعم، اما طونكو هو مازال ما بداش التريتمون، مازال ما تشخص، مازال والو، الشخص دائما معدي. معدي لان البكتيريا مازال كتكاثر في الرئه ديالو. نعم، والشخص اللي كيتعادى كيولي حتى هو معدي نفس الشيء او لا كيظهروا عليه نفس الاعراض نفس الحاله الشخص اللي عاداه؟ الا كان على مستوى الرئه يعني على حسب المناعه ديال داك الشخص. فوالا، حتى دابا هي ديك البكتيريا علاش كنشوفوها دابا بزاف؟ لانه كاين بزاف ديال الامراض اللي كيطيحوا لنا المناعه، مثلا فقدان المناعه المكتسب، بزاف ديال الامراض الانسان اللي عنده مناعه، الامراض الانتهازيه مثلا، الامراض الانتهازيه الا كانوا عنده دغيا كيديفلوبي لنا مرض السل.